السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم Pre-Feasibility study of 5 ميجاوات سولار فوتوفولتك بروجكت ات التثار ليك. محطه طاقه شمسيه او مشروع طاقه شمسيه السعه مالته 5 ميجاوات في بحيره التثار. طبعا انا حددت الموقع مثل ما تشوفون، هذا هو الموقع. انا طبعا من هنا راح اسميه راح اسوي لي اعاده تسميه للمشروع. هذا هو انا سميته، فراح نطيق اوكي. طبعا هنا راح نطيق اوبن، راح تنفتح لي هذه الواجهه 5 ميجا وات سولار بي في بروجكت ات الثار ليك. هذا الاوفر فيو مال كل المشروع، ينطيني المعدل السنوي للاشعه الشمسيه على السطح الافقي للارض وتوزيع درجة الحرارة والقدرة النوعية 1691 كيلو واط لكل 1 كيلو أنا راح أنصب، وهذا ينطيني البرفورمانس. طبعا اللي ينطينا على أساس الحجم اللي يختار النظام. أنا بالنسبة لي راح أغير النظام، يعني ما هسه راح نشوف شلون. أنا راح أغير هنا طبعا البروجكت انفورميشن، هذه انا هنا منطيني السيستم تايب، فراح اروح اسوي له اختيار بي في كونفيجريشن واقول له تشينج. هنا طبعا مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة، انا راح اختار عندنا خيارات النظام اللي اريد اختاره، روف توب سمول، روف توب يعني النظام على سطح منزلي او سطح كبير وفلات فلات روف، وروف لارج تلتد روف. انا طبعا هنا راح اخذ الجراوند بيست فيكست ماونت، يعني الالواح تكون مثبته على سطح الارض. هنا راح اسوي له تشوز اختيار. فتحت عندي الواجهه، طبعا هنا محددني النظام، هنا يحددني كستاندر 1000 كيلو وات. انا راح اسوي له ايديتنج حتى اقدر اغير بهاي القيم. فانا اروح اسوي اكسباند اول، هاي ال 1000 كيلو وات راح اغيرها، من اجي اغيرها طبعا اسويها 5000 حتى تصير 5 ميجا وات. تمام، هاي ال 5000 كيلو وات تحتاج الى مساحة من الارض مقدارها 32,340 متر مربع. تمام، بالنسبة لاختيار نوع اللوح والالواح الشمسية، يا اما كريستلاين سيليكون او مونو كريستلاين او بولي كريستلاين سيليكون. وطبعا هنا البرنامج ما يعطيني خيار انه اختار اي واحد منهم بالضبط، فراح اخليه على اختياره. البرفورمانس الديجريديشن، طبعا مثل ما نعرف ان الالواح الشمسيه في اول سنه بها معدل تدهور، اللي هو لو كان عندي مثلا محدد نوع معين انا اقدر اتاخر من الداتا شيت. حاليا ما حاط خال جوي لداتا شيت، فهو ياخذ الافتراضي هنا 0.8%، يعني 8 بالعشرة% وبالسنة الأولى، وبالسنة الثانية هو 5 بالعشرة%. هنا طبعا نجي على الجيومتري أو بي في موديولز، التوجيه راح يكون نحو الجنوب زاوية 180، وأفضل زاوية the optimum tilt angle هو زاوية 30 درجة مع سطح الأرض. وهنا الـ relative row spacing المسافة بين صف وصف 2.5 متر، وهذا نشوف الشكل مال يعني الفيو سايد فيو مال الماونتنج ستراكشر اللي يحدد لي البرنامج، فراح اخليه كما هو. الانفرتر تايب طبعا هنا سنترلايزد هاي افشنسي، او اني طبعا هنا سترينج انفرتر، ف يا اما اخلي هذا يا اما اخلي هذا، بس افضل سنترلايز هنا طبعا، يا اما اخليه مربوط الى انفرتر مركزي، فانا راح اخليه سترينج انفرتر يكون افضل.
طبعا الترانسفورمر تايل المحولة هنا يحددني اما الستاندرد لوسز او هاي افشنسي، فانا راح اخليه على الهاي افشنسي، احتمال هذه اللوسز تزداد او تقل بموجب الكفاءة للمحولة وحسب ظروف التشغيل. طبعا السنو اند سويلينج لوسز ات بي بي موديولز، هذا الافتراضي هو 3.5 شهريا، فاذا كانت عندي مؤشرات دقيقة أنا أقدر أغير هذا القيم شهريا، وإذا ما عندي راح أخليها على افتراض أو أخليها سنة وراح يثبت. في كل الأحوال هي نفس الشيء راح تكون الكيبلين لوسز خسائر بالأسلاك الكهربائية دي سي كيبلين 2% والمسماج 3% والأي سي كيبلين 5%. إذا كان عندي مؤشرات أدق أدخلها، ما عندي مؤشرات أدق أبقيها الافتراضية كما هي. الأفيلابيلتي اشتغال النظام يعني بدون توقف 99.5، أو ممكن أنه أغير أنطي مجال مثلا 98 أو أخليها ممكن أنه أخلي 98 وبروح طالعها وأبقي وأنطي سيف أند كالكوليت بي بي إلكتريستي. ما طبعا راح يبدي الـ PV configuration فشوف هنا الـ طبعا هاي المعلومات اللي احنا دخلناها، الحجم مال النظام 5000 كيلو وات، وهذا التوجيه والانفيرتر والكيبلين والسيستم availability. هنا طبعا اروح انطيني اكسترا. نشوف هنا السولار اند ميتلورجيكال مونثلي ستاتستكس، البيانات الإحصائية للإشعاع والبيانات الإنوائية. ما يعطيني السمري أو الخلاصة إنه الجلوبال هوريزونتال راديشن المعدل السنوي هو 1938 على السطح الأفقي، ودرجة الحرارة السنوية 23.9 درجة مئوية، وهذا باقي معلومات النظام. هنا يعطيني سولار راديشن بالتفاصيل، يعني الجلوبال هوريزونتال ريزونانس طبعا على التوزيع الشهري مثل ما نشوف، وهذا يعطيني المعدل السنوي خلينا نقراه، وايضا دايركت نورمال راديشن والديفيوز والنسبة نسب بين مكونات الإشعاع اللي هي ديفيوز إلى الجلوبال هوريزونتال ريزونانس، وايضا يعطيني الاليبيدو واللي هو يمثل لي نسبه مئويه بدون وحدات، هذا طبعا بدون وحدات، ويعطيني درجه الحراره على مدى فتره الاشهر، والويند سبيد متر بالثانيه، والرطوبه النسبيه بالنسبه المئويه، وايضا يعطيني البي ووتر اللي يمثل لي كميه بخار الماء في عمود ضغط جوي في الاتموسفير، واللي يمثل كمية فيما لو يعني نزل على شكل مطر راح يمثل لي مقدار الموستر او الرطوبة اللي راح تكون فوق سطح الماء، وهنا يمثل لي كمية الامطار او البريسيبيتيشن بالمليمتر او الرينفو، وهذا العمود يمثل لي الكولد ديجري داي، واللي يمثل لي مقدار الفرق بين درجات الحرارة بالخارج والداخل في أشهر الصيف. لاحظ هنا طبعا نحتاج إلى تبريد اللي يمثل لي شقد عندي ارتفاع شقد درجة الحرارة بالخارج هي أعلى من درجة الحرارة القياسية اللي هي 18 بالداخل مضروبة في عدد الأيام المناظرة لها على مستوى الشهر، وأيضا هذا يعطينا هيتنج ديجري داي يعني لما تكون الأجواء باردة، فلاحظ في أشهر الشتاء يعني شقد عندي درجة حرارة بالداخل أقل من 18 في عدد الأيام المناظرة لها بالشهر، يعطيني الهيتنج ديجري داي، وهذا يمثل لي الهستوغرامز مال هذه البارامترات اللي هي الجلوبال هوريزونتال ريزونانس. لاحظ هذا الجي اتش اي واط او كيلو واط اور على المتر المربع، ويعطيني نسبة الديفيوز
ومعها وهذا يعطيني ال لاحظ الدايركت الإشعاع المباشر نورمال راديشن على سطح الأرض أيضا بوحدات كيلوات عبارة عن متر مربع، وهذا يعطيني الهستوغرام أو المخطط يعطيني النسبة بين الديفيوز إلى الجلوبال، يعني قد النسبة مئوية نسبة الانعكاس من الإشعاع الكلي اللي هو الانتشار من الإشعاع الكلي الساقط على سطح الأرض إلى قيمة الإشعاع الكلي الساقط على سطح الأرض. هنا طبعا هذا يعطيني التمبرتشر ديستريبيوشن على مدى شهر، وهذا يعطيني التوزيع سرعة الرياح. لاحظ هنا أعلى قيمة يعني سرعة الرياح في منطقة الثرثار توصل إلى طبعا هذا على ارتفاع 10 متر، ودرجة الحرارة على ارتفاع مقاس على ارتفاع 2 متر، على ارتفاع 10 متر هو 5.1 متر بالثانية، وأنا ألاحظ أنه السرعة معدل عام هي أكثر من 3 متر بالثانية. لاحظ أيضا يعطيني الكولن ديجري دي ديستريبيوشن اللي هو طبعا نحتاج إلى تبريد في أشهر، أقصى قيمة في شهر جون وشهر جولاي وشهر أغسطس، ويبدأ ينخفض باتجاه الشتاء، وهنا طبعا يبدأ يصعد باتجاه الصيف إلى أن نصل إلى الماكسيموم فاليوم. الهيتينج ديجري دي بالعكس يعني نلاحظ أنه أعلى قيم نحتاج إلى تدفئة في بداية الشتاء، وينخفض يصير عند صفر بالفصل الرابع الشهر الرابع، ويبدأ عندي بداية الشتاء من شهر العاشر أحتاج إلى عمليات التدفئة. طبعا هذا الالبيدو اللي يمثل لي الفراكشن بين الإشعاع الريفلكتد راديشن تو توتال جلوبال راديشن على سطح الأرض، فهذا هو عبارة عن جزء نسبي مثل ما نشوف، وهذا طبعا المشاريع أو الألواح اللي البايفيشيال بدأت تستفاد من هذه الخاصية، خاصية الإشعاع المنعكس، وتولد قدرة كهربائية إضافية من السطوح أو الأوجه الخلفية إلى الواحد. هذا يعطيني معدل الرطوبة النسبية، وهذا يعطيني حجم كمية الأمطار لاحظ التوزيع، وهذا يعطيني كمية بخار الماء في الأتموسفير فيما لو سقطت يعني لمتر واحد من الأتموسفير، وهذا يمثل أساسا مقدار الرطوبة أو المويستشر above soil surface عندما يتحول إلى مطر، وهذا الثلوج ما عندي طبعا. هنا هذا ينطيني الجلوسري للمصطلحات مرون عليها عادي. هنا نجي السولر ميتلورجيكال على اساس الاول البروفايل توزيع مثل ما قلنا، هذا التوزيع الساعي على مدى كل شهر. لاحظ هنا ينطيني اللور هورزنتال ريدنس 444 واط اور على المتر المربع في مثلا في الساعه 12، وهكذا وايضا ينطيني قيمه الدايركت نورمال راديشن او الاشعاع المباشر الكلي الساقط على سطح الأرض اللي هو الدي ان اي والديفيوز الإشعاع المتشتت او المنتشر، ينطيني القيمة مالته على اساس الساعي، وهذا المعدلات مأخوذة القيم الساعية ومأخوذة على اساس معدلات في كل شهر، ايضا هذه الباقي الاشهر مثل ما نشوف. هذا التوزيع او الديستريبيوشن. هنا طبعا ينطيني ايضا الجلوبال هورزنتالس هذا على اساس الساعي، جلوبال هورزنتالس وات اور على المتر المربع. لاحظ شوف التغير انه الاشعاع يبدي من شروق الشمس في اشهر الصيف يعني شهر الرابع الى شهر الثامن، انا عندي بداية إشعاع ويبدأ يزداد حتى يصل إلى أقصى قيمة في الساعات المحصورة بين الساعة 9 والساعة 3، هذا اللون الأحمر ويبين توزيع.
للغلوب الهوريزونتال اردس بالواط اور، وهذه مثل المجموع الشهري. كذلك نشوف هذا التوزيع الساعي على مدى السنة الكاملة حسب الأشهر للإشعاع الشمسي المباشر، هذا نشوفه، وهذا أيضا يمثل المجاميع مالت واط اور علامة المربع، وهذا أيضا يوضح لي توزيع درجات الحرارة على مدى الأشهر على طول ساعات اليوم من الساعة 12 إلى الوحدة صباحا، وإلى أن ترجع الساعة 11 ثم إلى 12 منتصف الليل، وهذا يعطيني المعدلات السنوية لتوزيع درجات الحرارة على مدى أشهر السنة. تمام، ننتقل. هذه الصفحة تبين لي المونثلي ستاتستيكس، البيانات الإحصائية لإنتاج الطاقة الكهربائية السنوية كمعدل، وأيضا يعطيني إنتاج الطاقة الكهربائية المعدل طبعا سبيسيفيك، وإنتاج الطاقة الكهربائية الكلية، ويعطيني البرفورمانس. هسه هذا ما نشوف الإنتاج النوعي 1651 كيلو واط أور لكل كيلو واط بيك، يعني كل واحد كيلو واط من 5000 كيلو واط اللي نصبته، كل واحد كيلو سنويا يعطيني 1651 كيلو واط أور، كيلو واط أور. تمام، الإنتاج الكلي لمشروع حجمه 5 ميجا واط يعطيني 8253.9 ميجا واط أور خلال السنة كمعدل سنوي. هذه البيانات التفصيلية الـ theoretical photovoltaic electricity potential، إمكانيات إنتاج الطاقة الكهربائية من هذا المشروع على مدى سنة خلال الأشهر، اللي هو يعطيني الـ global tilted radiation اللي هو مجموع مركبات الإشعاع الشمسية على سطوح الماء الألواح الشمسية، وهذا يعطيني المعدل السنوي أو اليرلي summation، وهذا يعطيني القدرة النوعية لكل شهر، وبالأخير يجمع لي إياها القدرة النوعية السنوية. الفوتوفولتك أوت سبيسيفيك والفوتوفولتك أوت توتال، القدرة أو الطاقة الكهربائية الناتجة اللي هي بالميجا واط أور على مدى الشهر لكل شهر، ومن ثم على خلال المجموع هذا السنوي، وأيضا هذا يعطيني الـ distribution الـ performance اللي يمثل لي كمية الطاقة الكهربائية الـ AC الناتجة من المشروع إلى كمية الإشعاع الكلي الساقط على مسطحات الماء للألواح الشمسية، فهذا يعطيني الـ performance. ومثل ما نشوف هنا يبدأ من 83 ثم ينخفض في فصول يعني في أشهر الصيف. ليش؟ أنا هنا طبعا ينخفض لأن يصير عندي درجة حرارة عالية، يصير عندي فولتج دروب، فيخفض لي البرفورمانس، يعني الإنتاج راح يقل، بس النسب مقبولة جدا، ويعني القيمة جدا رائعة المعدلات 75، فضمن النطاق الستاندر العالمي. هذا يعطيني الهستوغرام أو المخطط، يعطيني التمبرتشر والجلوبال تلتد ريدنس، هذا هو الإشعاع توزيع على السطح سطوح الماء الألواح، لاحظ، وهذا يعطيني الديستريبيوشن مال درجات الحرارة كمعدل شهري على مدى سنة واحدة على السنة، وهذا يعطيني القدرة الناتجة التوتال لكل شهر بالميجا واط أور، وهذا يعطيني الفوتوفولتد أوت سبيسيفيك والبرفورمانس. هذا هو توزيع البرفورمانس أو معامل الحمل. ننتقل إلى الأورلي بروفايل لنفس البارامترات، هنا طبعا الإنتاجية، هنا طبعا الجلوبال تلتد ريدنس والتمبرتشر، لاحظ الإشعاع تغايره على مدى اليوم، وهذا توزيع درجات الحرارة، وهذا
هذا على مدى اشهر السنه ايضا ينطيني هذا الجرافات الاخرى البي بي اوت سبيسيفيك للتاج النوعي لاحظ على مدى خلال ساعات النهار يعني كل كيلو واحد كل واحد كيلو وات قد قاعد ينطيني واط او كيلو وات بيك وهذا ينطيني التوتال الانتاج الساعي خلال معدلات يعني الانتاج الساعي خلال معدلات الانتاج الساعي خلال الشهر يعني هذا انتاج هذا الانتاج اليومي هذا يمثل في كل ساعة في شهر جانيوري وفبروري وهكذا كل الانتاج طبعا اقل انتاجية طبعا راح يصير عندي في شهر 12 اللي دائما من يكون عندنا مطلوب عندنا طاقة كهربائية محددة يجب أن نصمم أحمالنا على نصمم نظامنا على ضوء الحمل اللي نقدر نحصله أو الطاقة الكهربائية اللي نقدر نحصلها من التصميم على أساس شهر 12 باعتباره هو أسوأ شهر تكون فيه الشمس في أوطى نقطة في قبة السماء هذا ينطيني توتر فوتوفولت باور أوتبوت بالواط أور خلال الساعات لاحظ هذا توزيع الساعي مثل ما نشوف الإنتاجية وهاي هنا طبعا جدا مهمة إنه النظام حتى إذا كان صغير أو كبير حتى نعرف إحنا شو كان الإنتاج والإنتاجية تتناسب مع حجم النظام يعني هنا عندي الإنتاج يبدي من الساعة بالخمسة إلى الساعة من الساعة بالخمسة إلى الستة يعني وين في أشهر الصيف بشهر الشتاء الانتاج الحقيقي يعني يبدأ عندي كمعدل عام حسب الأشهر طبعا بس كمعدل عام الانتاج الحقيقي يبدأ عندي من الساعة 9 لحد الساعة يعني لحد الساعة 3 يعني عندي انتاج أقدر استفاد منه بس هذا مو معناه انه ما عندي لا عندي انتاج في باقي الساعات مثل ما هذا الشهور ديستريبيوشن مالته طبعا هنا واط اور وهذا هو السميشن واط اور السنوي لكل شهر تمام ننتقل لينطيني الانرجي كونفرشن اند سيستم لوسز عندي هنا الخسائر قلنا السبيسيفيك فوتوفولتيك باور اوتبوت هذا قلنا هذا البرفورمانس معدل العام 75.6% وهذا عندي كل الخسائر الانرجي انبوت الانرجي اللوس اور جين انرجي بي في اوتبوت سبيسيفيك وهنا طبعا الانرجي لوس اور جين يعني اللي افقدها او احصلها والانرجي لوس والبرفورمانس وهذه البارامترات مثل ما نعرف انه عندنا خسائر في عدة مراحل ابتداء من الاشعاع وحتى نصل الى مرحلة التسليم يعني الطاقة الكهربائية تطلع من الانفرترات وتصدر فكلها راح تمر بسلسلة من عمليات بما فيها درجات الحرارة وهذا منطيني بالاسلاك وبالانعكاس والباور هذا طبعا كل انواع الخسائر بالدرث والداست والسويلينج يعني الأتربة والعوالق الموجودة في الهواء والانعكاس نتيجة الأنجلر ريفلكتيفيتي يعني مقدار انعكاس الزاوية للشمس أثناء تغيرها أيضا يصير بها خسارة فكل شيء هنا طبعا نشوفه بالماينس يعني خسارة هذا هو ينطيني البرفورمانس الصافي في من كل مرحلة الإشعاع الشمسي أيضا الجلوبال افكتد أو الداس افكتد قد ينطيني حجمه وش قد عندي نقصان هنا طبعا بالإنرجي اللوز وهنا طبعا السبكترال كوركشن تصحيحات والكونفرشن اوف سولار راديشن تو دي سي ان ذا موديولز قد يصير عندي خسائر داخل اللوح الالكتريكال لوسز دو تو انفرتر لو شيدنج نتيجة الشيدنج اللي يحصل بين صفوف الالواح ايضا محسوب والباور توليرنس بالموديول نفسه ليش لانه الالواح بها سماحيه من الشركه ايضا
دائما نلقاها بلس ماينس 3% او 5%. طبعا يفضل دائما انه يعني ما نروح باتجاه اللوحة اللي تحمل إشارة توليرانس بالماينس، لأنه احنا دائما نريد تعظيم للإنتاجية. مثلا من 0 إلى بلس 3% هي مثلا تكون مفضلة على الألواح اللي تحمل مثلا بلس ماينس 3. على سبيل المثال المسماج إن كيبلنج عن دي سي سكشن، وهذه كلها خسائر، وعملية التحويل بالترانسفورمر والتوتال سيستم بيرفورمانس على ستارت اب في بدء التشغيل، ايضا يصير عندي عمليه ستاجنيشن بوينت لوس دي تو سنو وهكذا وبقيه الخسائر. فهذه كلها راح نشوفها في هذا الدايجرام لوسز، اللي هو يمثل لي كل اللي شفناه ابتداء من سقوط الجلوبال تنتدار راديشن على سطح الالواح وانتهاء بالتوتال سيستم بيرفورمانس كونسيدرينج تكنيكال افيلابيلتي ام لوس دي تو سنو. فهذه كلها تمثل الخسائر اللي تحصل من سقوط الإشعاع على مسطحات الألواح وحتى خروج الطاقة الكهربائية بالتفاصيل. هنا طبعاً نروح نعطي next. تمام، ناش عندي طبعاً شو ينطيني؟ ينطيني lifetime performance. احنا نعرف انه عمر المشروع 25 سنة، ينطيني الإنتاجية والمعدلات الإنتاجية على مدى 25 عام. Specific photovoltaic power output lifetime yearly average، المعدل السنوي للإنتاجية النوعية للمشروع على مدى 25 سنة هو 1543 كيلووات أور. أحصل من كل واحد كيلووات من 5000 كيلووات اللي أنا نصبتها. البرفورمانس الكلي خلال عمر المشروع هو 70.7%، وهذا هو التوزيع الثريتيكال انرجي الباور اللي انا حصلها على مدى كل شهر على طول عمر المشروع من السنة الاولى الى السنة رقم 25. هذا ينطيني الديجريديشن ريت، مقدار تدهور، يعني بالسنة الأولى عندي 8%، السنة الثانية 5%، يستمر degradation ومع قوية طبعا ينخفض specific PVOT specific، لاحظ يبدي يقل، بس نسبة الانخفاض بالأخير ايش قد؟ نسبة degradation الكلي هو 12.8%، وبالتالي يكون عندي السبيسيفيك النوعية والإنتاج النوعي بهذه الطريقة. هذا الأفريج مالته 1543 كيلووات أور لكل كيلووات بيك. بي في توتال على مدى عمر المشروع كل سنة أنا أحصل إنتاجية، وبالتالي المجموع الكلي الكوموليتيف أور برودكشن تخمينية ينطينيها بمجموع 192872 ميجاوات أور وهذه ينطيني البرفورمانس الكلي للمشروع. وهذا الهستوغرام ينطيني الأفريج، هذا البي بي أوت سبيسيفيك معدل مالته اللي شفناه هنا طبعا على الرقم اللي 1543 كيلووات أور لكل كيلووات بيك. هذا هو اللاين بالأحمر منقط، أو الدوت لاين دوت ريد كولر، وهذا هو الحقيقي، وهذا يعطينا الأفريج، وهذا على مدى عمر المشروع اللي هو 25 سنة. وهذا البي بي أو توتال أيضا هذا يعطينا الأفريج اللي شفناه هنا طبعا، الأفريج 7714 اللي هو هذا بالألف كي، يعني معناه في ألف يعني 8000، فهو 7 يعني أقل 8000، وهذا هو التوزيع أو distribution الإنتاج على مدى 25 سنة. وهذا أيضا ينطيني performance اللي شفناه اللي هو 70% كمعدل عام، وهذا distribution مالته خلال
25 سنة، فنروح هنا على الجزء الاقتصادي، وهنا شوية نتوقف يمه. طبعا هنا الجزء الاقتصادي مثل ما قلنا راح نشوف قبل ما نغير اي شيء هذا الاوتبوت ريزلتس الاي ار ار الانترنال ريت اوف ريتيرن اوف بروجكت 5.86% و الانترنال ريت اوف ريتيرن اكويتي للمساهمين هو 10.19% و الريتيرن اون انفستمنت العائد على الاستثمار هو 35.48% والليبرايزد كوست اوف انرجي او التكلفه المعدله للوحده الطاقه الكهربائيه هو 4.3 سنت كيلو وات اور. وهذه التفاصيل هسه راح نشرحها، بس قبل ما نجي نجي هنا على الانبوت داتا، اول شيء نجي على البرايس اوف الكتريستي. هنا طبعا عندنا تعريفة التغذية ما أخذها هنا بالبرنامج 55 سنت العفو 5.5 سنت كيلو وات أور. هنا طبعا خلي نجي نشوفها لأنه هذه المثالة هي معقولة ولا لا، خلي نشوف لما المواقع أخرى بس راح نشوف هذا. هذا هو بحث سعودي منشور في نهاية 2019 مثل ما نشوف تعريف التغذية طبعا حسب الساعات، فناخذ الرينج مالتها. هنا طبعا عندي أربعة بيع وشراء، يعني عندي اللي هي 4.8 سنت الكيلو وات، لاحظ يعني ضمن الرينج. والشراء هنا طبعا أكثر من 6000 كيلو وات، مشاريع أصغر من المشروع مالتنا، فإحنا بالعراق ما عندنا تعريف التغذية، فناخذ شيء قريب على الموجود حول بالعالم حولنا. هنا 4.8 سنت للكيلو وات. خلينا نشوف الهند، خلينا نشوف الهند أيضا تعريف التغذية للمشاريع بالهند. طبعا هذا من وزارة الطاقة المتجددة الهندية اللي هي قيمتها 4.5 سنت 4.5 سنت لكل كيلو وات لهذه المشاريع. طبعا نعطيها بالروبية الهندية وبالدولار. تمام، خلينا نرجع هنا الموقع. شوف افترضها 5.5 سنت، فاحنا راح نعتبرها اوكي، ما عندنا مشكلة بها، يعني قريبة على الحدود العالمية لأنه احنا لحد الآن ما عندنا قرار في هذا الموضوع. طبعا التعريف indexation rate مقدار التغير أو في قيمة تعريفة التغذية هو 5.1%، راح نبقي كما هو. عندنا السيستم installation cost أو التكلفة الكلية installed capacity هو 5000 كيلو وات، والسيستم installation cost طبعا هنا 4.5 ملايين $4.5 ملايين. خلينا نجي هنا نحسبها. لو حسبناها طبعا هو حاسبها هنا الكيلو وات لكل واحد كيلو وات، يطلع عندي الكيلو الواحد ب $900 اليونت سيستم كوست، اليونت سيستم كوست ب $900. خلينا نجي نشوف العالم وين بده يشتغل، وهل احنا قريبين من هذا الرقم لو لا. طبعا هذا الصورة هي من تقرير الوكالة الدولية للطاقة المنشور في نهاية عام 2019، موجود هذا الريبورت وهذا الريفرنس مالته. بنجي هنا السولر بي بي دولار للكيلو وات، طبعا من 2018 كان 1210 دولار لكل واحد كيلو وات. طبعا هنا يطفر رأسا ل 2030، بداية راح تكون 843 دولار للكيلو وات. فلما ناخذ هنا طبعا لما يعني نعتبره 900، فاوكي ما عندنا كل مشكلة به، يعني قريب للموضوع. فهنا طبعا فإذا هذا الرقم اللي شفناه 900 ممكن يكون شوية أقل بس هو قريب للواقع. هنا طبعا
debt to equity ratio أو الجيرنج 80%. شو معنى هذا؟ معنى طبعا عندنا هذا التكلفة الكلية، التكلفة الكلية 4.5 ملايين. هنا عندنا هنا طبعا الانيوال خلي هذا اللون. عندي هذا المبلغ 4.5 ملايين مكون من جزئين اللي هو يمثل لي 80% من عنده أو 25% 75% من عنده عبارة عن قرض من جهة خارجية، والباقي اللون والإكويتي حصة المساهمين. فهنا 80% العقمو، فهنا يصير عندي الريشيا هو 80%. يعني لما نجي نقسم هذا المبلغ نحصل أنه 20% من عند المساهمين، و80% هي من كقرض. معدل الفائدة على القرض، معدل الفائدة السنوي هو 3%، وفترة القرض هو 15 سنة، ولينير لون ريبيمنت الدفعات السنوية اللي يجب تسديدها للجهة المانحة للقرض هو هذا المبلغ 301,559.7 دولار سنويا. نجي هنا الـ Annual Operation Cost، تكاليف التشغيل. Annual Operation Cost هنا طبعا منطنيها 6000 دولار بس خلال السنة. خلينا نجي نتحقق من هذا الرقم. البحث السعودي شو يقول؟ The Operation and Maintenance Cost estimated to be 16 دولار per kilowatt per year. لما نجي ناخذ هذا الرقم، خلينا نجي ناخذ هذا الرقم اللي هو 16 في انا عندي 5000 كيلو وات، يطلع عندي 80000 دولار. فاذا لما ارجع هنا للبرنامج حسب لي 60000 دولار، فاذا اوكي ما عندي مشكله، يعني انا مشتغل ضمن الرينج اللي طبعا السعودية عندها مشاريع قائمة، احنا ما عندنا مشاريع، فلذلك مشكلتنا بالجانب الاقتصادي، يعني ما عندنا مؤشرات. يعني انت من دائما بالجانب الاقتصادي من تحلل تكون يعني على الاقل عندك مشاريع سابقة تستخدمها اندر وراء كرفرنس، على الاقل مو رفرنس، كمرجع تستفاد من الارقام الحقيقية اللي طلعت من المشاريع السابقة. ممكن تزيد ممكن تقل، هذا واضح، بس ما عندك يعني. فنضطر يعني نعمل هكذا إلى أن يقر القانون الطاقم زيادة وشوف شو راح يصير العمل عليه. على أي حال، المينتنس ريفيرس أكاونت مقدار التكاليف السنوية كصيانة 18,750 دولار سنويا، وطبعا عندنا هنا الانفيرترات كل 12 سنة، الأرمتري لايف أو الافتراضي كل 12، أو أكو أنواع أخرى كل 15 سنة، وبالتالي بعد الأوبريشن expenditure مصاريف السنوية 78,750 دولار annually. open inflation rate معدل التضخم في قيمة العملة هنا 2%. لازم احنا ندخل يعني نريد نسوي كتقييم صحيح، ندخل قيمة العملة شيء التضخم في دولته، راح نخليه مثل ما هو 2%. طبعا هنا accounting information او المعلومات الحسابية discount rate راح نعتبره هنا صفر، او نقدر نخلي له قيمه يعني مثلا 8%. خلي له قيمه مثلا discount rate. خلي ايضا نشوف القيمه اللي معتمده في بعض الدول. هذا البحث السعودي real discount rate معدل الخصم الحقيقي هو 2.5%، معدل الخصم الاسمي اللي يخصم لنا القيم اللي يسدد بها المبالغ الديون هو 4.57%. وهنا طبعا الانكم تاكس ريت صفر، وضريبه المبيعات هو 5%. خلينا نعدل وفق هاي الارقام الفاينانشال انديكيتورز او البارامترز. نجي هنا خلي مثلا 3%،
والتاكس الضرائب راح نخليها على سبيل المثال 4%، واللينير تاكس ديبريشيشن مقدار التدهور أو الاندثار في عمر المعدات خلال 10 سنين، أيضا هذا خلال راح يحسب لنا إياه، وعمر المشروع 25 سنة، وباقي البارامترات هاي الإنتاجية والديجريديشن خلال السنة الأولى طبعا ثبت. فهنا طبعا راح نشوف على ضوء الأرقام راح نشوف شو قد تطلع عندنا نتائج على ضوء اللي غيرناها. فنشوف التغييرات اللي صارت، انه معدل عائد داخلي للمشروع 3% وللمساهمين 7%، و ال ROI rate of return on investment هو 45%، والبرايس كوست هو 4.4 سنت كيلو، طبعا مقبولة. خلينا نجي نتحقق أيضا من هذا الرقم مقارنة مع حسابات العالمية، نشوف هذا البرايس كوست أوف إلكتريستي ال سي أو إي، طبعا هذه نشرت الوكالة الدولية للطاقة العالمية المتجددة. فنشوف في 2018 هو 5.5 سنت كل واحد كيلوات، وبال 2030 هذا هو الرينج، لكن طبعا هذا كمعدلات عالمية، لكن اكو يعني تسارع وانخفاض كبير في هذا القيمة. فلما نجي نشوف هذا نرجع على شغلنا ونشوف اللابلايز كوست، فهي يعني لا بأس، وممكن كل ما تكون أقل طبعا، معنى أنه وحدة الطاقة المنتجة كلفتني 4.481 سنت لكل واحد كيلو. فإذا هذا هو عملية التحليل الاقتصادي. طبعا هاي القيم فيها معادلات رياضية، يجب أن نتحقق إن شاء الله أسوي محاضرة فقط عن المعادلات الرياضية ونشوف هذه النتائج. طبعا هذا الريبورت، هذا الريبورت أنا أقدر أوسعه تنجي منها. طبعا هنا الاند اوف يير منطيني على مدى 25 سنة هو عمر المشروع، تمام هذا الصمت مع الإنتاجية. نجي هنا على السريع حتى لا تكون محاضرة طويلة، هذا ينطيني الإنتاجية على مدى كل سنة، هذا القيم، والإنتاجية النوعية أيضا مثل ما شفناها خلال كل سنة وعلى مدى عمر المشروع 25 سنة، وأيضا هنا ينطيني تعريفة التغذية مع الأخذ بنظر الاعتبار الديكريز اللي يصير بها السنوي، وهذا الكابيتال توتال كابيتال اكسبنديتشر اللي هو 4.5 مليون دولار، والقرض اللون حددناه ب 3.6 مليون دولار، ومعدل الفائدة هو 3% على القرض، وهذا مقدار اللون ريبيمنت برنسبل يعني مقدار المدفوعات السنوية بدون فائدة، لا مقدار الفائدة اللون ريبيمنت انترست بنضاف عليه، فبالتالي هذا مقدار الدفعة زائد مقدار الفائدة عليها. هاي بالأخير راح نشوف خلال 15 سنة حسب المحدد انه انت راح تخلص من القرض او الدين. هذا طبعا، وهذا باقي المينتنانس دفعات الصيانة والتكاليف التشغيلية والعائد الريفينيو والايرنينج بيفور انترست تاكسز ديبريشيشن اند امورتايزيشن، هذا السنوية يعني المبالغ اللي نحصلها قبل خصم الضرائب و معدل الفائدة والضرائب و الاندثار ومقدار المدفوعات المالية، وأيضا هذا السبيسيفيك مالته واللينير ديبريشيشن، وبالأخير الايرنينج بيفور انترست اند
تاكسز أيضا يحسبه والنت بروفيت أيضا، كل هذه شوف الجداول، وبالأخير ينطيني كل المصاريف السنوية الأنيوال، وبالأخير ينطيني الكاش فلو أوبريشن والنت بريزنت فاليو فروم أوبريشن والكاش فلو أفيلابل فور شير هولدر، وبالأخير نشوف النت بريزنت فاليو أو كاش فلو التدفقات النقدية للمساهمين اللي يسترجعون بها أموالهم اللي صرفوها على المشروع، وبالأخير نعطينا السميشن مال كل القيم في نهاية الجدول. شوفوا الجدول طويل طبعا، هذا هو السميشن وهذا هو اللي استرجع اللي هو 2,947,757 لحظام النت بريزنت فاليو للمشروع، وبعد ما سددوا المبالغ اللي أخذوها كقرض من الجهات المانحة للأموال أو المقرضة لهم. بنشوف هنا يعني كل من يقول إنه مشاريع الطاقة الشمسية غير مجدية بلا، إنه مجدية ومفيدة جدا، والأهم من هذا هو إحنا ما ننظر إلى المبالغ بقدر ما ننظر إنه طاقة متجددة تسد لنا جزء من احتياجنا للطاقة وتخلينا ما نعتمد على مصدر واحد، مصدر نظيف. وهذا هو التحليل الاقتصادي. إن شاء الله راح أكون في محاضرة أخرى قادمة كيفية أدرجيكم بها المعادلات الرياضية اللي تحسب كل هذه البارامترات. المحاضرة نعم طويلة، ولكن طبيعة هذه الأنظمة تحتاج إلى شرح بشكل هادئ حتى على الأقل تتكون فكرة عن طريقة الحسابات الرياضية للجانب الاقتصادي اللي يعتبر جانب مهم جدا في عمليات تقييم الدراسات الأولية للمشاريع الطاقة الشمسية أو أي مشروع آخر. لهنا ننهي المحاضرة على أمل أن نلتقي معكم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم.